بين أيلول وأيلولة عام يمر وعبق العطاء يستمر. في كل مرة تظللنا راية القوات اللبنانية يكون هدفنا الأول بناء الإنسان، تفعيل التواصل فيما بيننا، إحياء وجودنا، وتعزيز دورنا الاجتماعي والديني والسياسي. هذا ما عملنا له، وهذا ما سيكون عنوان نضالنا في المرحلة المقبلة. كتب علينا أن نكون مقاومة، وقدرنا أن نقدم الشهادة في السلم كما في الحرب. وها نحن في القوات اللبنانية، منطقة علي كما في كل لبنان، وفي زمن الاعتقالات، بدءا من اعتقال القائد الحكيم إلى ملاحقات الشباب والترهيب والتنكيل والحظر، لم نخف ولم نتوانى عن العمل بالسر أو بالعلن، لنصل معا إلى فجر حرية لطالما انتظرناها، فتكون عنوان انتمائنا إلى هذا الوطن الحبيب. في هذا اللقاء اليوم نريد أن نتوقف معا عند إنجازات تحققت معكم وبفضل عطاءاتكم الفردية، حيث تحول كل عطاء للعديد من أهلنا حافزا للبقاء في بيته وبلدته والتمسك بجذوره وأرضه. وقد تمثل ذلك في دعم كنائس رعايا منطقة علي، بالإضافة إلى التقديمات الاجتماعية والصحية والتربوية للعديد من أهلنا، وتنفيذ العديد من المشاريع الإنمائية التي تهم منطقتنا. كل ذلك بفضلكم، فابقوا كما كنتم دائما صخرة صلبة لا تهزمها رياح الشهوات والسلطة، بل تبقى منتصبة شامخة على تراب لبنان الصامد أبدا. على أمل أن يزداد العطاء، فنبقى ونستمر.